يا رامي يا سوسو، حدا منكم يفتح الباب؟ كيف ما تفتحوا؟ سوسو عم تفتح. أهلين خالتي. أهلين سوسو. شو هالمفاجأة الحلوة هاي؟ لك تحلى أيامك إن شاء الله. أهلين خالتي، شو هالمفاجأة؟ حلوة مو هيك؟ بتطير العقل. وين ماي؟ ليش ما جبتيها معك؟ تركتها بالبيت نايمة، صايرة ما عم تفيق للظهر. مين إجا؟ هاي خالتي فاتن. تفضلي خالتي تفضلي. يلا شو امك بالمطبخ؟ لك اهلين فتونه. اهلين. كيفك حبيبتي؟ شو هالمفاجاه هي؟ حظك حلو، البنات تازه، هلا جبتهم معي وانا راجعه من الشغل، عم ساوي قهوه. يلا احزري يا مكده. احزري. مين شفت لك اليوم؟ مين شفتي؟ الانسه كفايه. مين الانسه كفايه؟ الآنسة كفاية ما غيرها؟ ايه ما غيرها. الآنسة كفاية اللي كانت تدرسنا عربي بالمدرسة؟ ايه هي بذاتها. وين شفتيها؟ عم بيع الورد. كنت عم بشتري سلة ورد مشان فوتها بإيدي على المستشفى لحتى بارك لبنت رفيقتي نهى لأنه ولداني. وما لاقي لك إلا الآنسة كفاية واقفة قدامي. لك هي هي مثل ما هي، نفس الموديل، نفس الشعر، نفس النظارات، وأنا رأسا عرفتها كأني تاركتها هلأ. وهي عرفتك رأساً كمان؟ مو هون المشكلة، الأنسة كفاية عرفتني رأساً وقالت لي مو أنت فاتن أختن الكبيرة لمجدة وشادية وليلى ونادية؟ لك طلعت من ذكرتنا كلياتنا وحدة وحدة. ولي مو بس هيك، قال بكرة رح تجي تعملنا زيارة ببيت أهلك، قال حابة تشوفنا كلياتنا وتشوف شو عملت فينا الأيام بعد ما تجوزنا وصدنا أمهات وعم نربي أجيال. تعمل لنا زيارة؟ بتصدقي؟ عم تقصف ركبي على هالخبرية؟ إيه لك شو بدي أقول أنا؟ على القليلة أنت كنتي شاطرة بالعربي ونافدي عندها، بس أنا لك تصوري خفت عن بياع الورد تسألني شو أعراب هذا أو هذه أو أنا أو أنت، وأنا طلطميس كثير بهالقصص. معقولة تسألك عن الأعراب أنت الثانية؟ إيش وأنت طالبة عندها؟ قدامها؟ رجعت كأني طالبة وأمر. لكن نسيت اني كبرت واني تجوزت وانه صار عندي اولاد واولادي صاروا اطول مني. قدامها رجعت مرعوبه نفس الرعبه وحاسه بنفس الوهره، وكاني هلا واقفه قدامها بالصف قدام اللوح وعم سمع لها قصيده هذا. لك قصيده هذا يا الله شو اسمه؟ لك الشاعر هذا تبع الليل يلي وصف الحصان تبعه. يا الله لك هذا يلي لما قتل ابوه كان عم يشرب وقال لهم انا مالي فاضي تعوا بكره. لك ايه هذا امرؤ القيس، قال لهم اليوم خمر وغدا امر. ها شفتي؟ هي انت شاطره ولساتك متذكره ونافذه عندها، بس الدور والباقي علي انا. ولي ولي مين هي الانسه كفايه؟ هي الانسه تبعنا يلي كانت تدرسنا عربي لما كنا طالبات بالمدرسه. وليش مرعوبين كل هالقد؟ بعدين معقولة ترتعبوا من أنسة كانت تدرسكم زماناتها وانتو طلاب؟ إيه لأنكم ما بتعرفوها انتو للأنسة كفاية. الأنسة كفاية شخصية وإلى وهرة، مو بس هيك في إلى عيون أفراسة، يعني هون بتشوف فيهم كل شيء. ولي إذا الأنسة كفاية بكرة جاية لهون أنا كلي على بعضي مالي هون من هلأ عملكم. ها ليش لحتى ما تجي ماما؟ في أحلم إنه الواحد يجتمع بأساتذته ومعلماته اللي درسوه لما كان طالب؟ ايه بس مو الأنسة كفاية، هي من غير شي كانت متحططة علي ويمكن لساتها متحططة علي لهلا. لك شو متحططة عليكي انت التانية؟ انت ما عدت طالبة. ايه عليم الله، من اول ما قالت لي اختي فاتن الأنسة كفاية حسيت حالي قاعدة ورا المقعد بالمدرسة. قلت لكم عن بياع الورد خفت تسألني عن اعراب المفردات واعراب الجمع. ولي انا دوبني من هلا راجع معلقة امرؤ القيس لانه كانت معجبة بشعره كتير،
خايفة تعمل لي سبر معلومات عنه. ما عنا مدرسة تعمل فيكم كل هالشي. ايش بعبع هي. اما انتو فعلا ما بعرف كيف انتو عم تحكوا هيك لانكم ما بتعرفوا للانسة كفاية. الانسة كفاية بالاضافة الى الشدة والقوة والحزم والضبط والوهرة والهيبة الها عيون افراسة. اسمعوا على هالحكي، هذا حكي بتصدق؟ عيون افراسة؟ والله كانت تقدر تعرف كل شيء عم بصير قفا ظهرها وهي عم تكتب على اللوح، مشان هيك كنا ما نسترجي نتلحفظ او نتحرك او نعمل اي شيء. مرة نقفت طالبة بصفنا، كانت قاعدة باخر مقعد، نقفتها بالطبشورة على راسها، لأنه الطالبة وشوشت رفيقتها مشان تسألها عن كلمة كتبتها الأنسة كفاية على اللوح وما فهمتها شو هي. ولسه الطالبة ما لحقت تسأل لما لقت هالطبشورة جاية بنص راسها، مع إنه لما وشوشت رفيقتها كانت الأنسة كفاية دايرة وشها على اللوح وعم تكتب. إيه الحمد لله إنه ما مرق علينا معلمة مثل الأنسة كفاية. بالعكس، يا ريت كان عندنا هيك معلمة، كنا فلجناها فلج. كنت خليت لكم المعلمة كفاية تكف عن مهنة التدريس نهائيا وتقول كفاني فكف ودخل عرضكم. هو كفى. بس السؤال اللي بيفرض نفسه هلا، الأنسة كفاية أنسة أنسة ولا أنتم بتنادوا لها أنسة؟ أنا سمعت إنه تجوزت من جديد على كبر يعني. لكن ليه بتنادوا لها أنسة؟ لأنها أنستنا يعني معلمتنا. بس هلا ما عادت أنسكم، هلا أنتم كبرتوا وتجوزتوا وصار عندكم أولاد. حتى لو صار عندي ولاد ولاد كمان ما بقدر انسى ان انستي ومعلمتي بالمدرسه، وراح اضل عم الا انسي حتى لو صار قدي هالقد عمري هالعمر. يعني حضرتك شو بتحبنا ننادي لها كوكو خانو، ولا اول ما نشوفها نقول لها كيفك كفايه خانو؟ قولي انا من غير ما اشوفها حاسه ايدي مبوظين وقلبي عم يرجف من كتر الخوف. اساسا يمكن اذا شفتها تجيني السكته القلبيه وما عارفه افتح تمي بكلمه. ماما انت زودتيها شوي، وانتو كلكم مزودينها شوي. بالوقت اللي انا شايفه انه هي لفته ظريفه من الانسه كفايه تيجي تزور طالباتها بعد كل هالسنين وتشوف شو ساوى فيهم الزمن بعد ما صاروا امهات عم يربوا اجيال. بعدين الانسه كفايه مو جاي تمتحنكم تسالكم تحط لكم علامات، كلها زياره نص ساعه زمان سلام وكلام وخلصنا. ما بتاكل هالرعبه. الرعبه مو من الاسئله عمتو، الرعبه منا هي. سبحان الله، غصب عنه الواحد بيرجع قدامه وكأنه طالب. ولك اسألوني أنا نفس الرعبة يا جماعة، وعلى الأسود كمان. لسه بتقول شخصية وهيبة ووهرة. صراحة هي ما لها هيك، وهي ما عندها المواصفات الفظيعة. بس الحقيقة وسوري ممكن يعني كلياتكم أنتوا طالبات خيخة. مرحبا يا جماعة. أهلا يا ماما. عمين عم تحكوا؟ مين هي الفظيعة ومين هدول الطالبات الخيخة؟ نادو، انت ما عرفتي بكره مين جاي لعنا؟ مين؟ الأنسة كفاية. الأنسة كفاية؟ هي اللي إلها عيون أفراسة؟ ولد بنجد سنة 500 وعاش عيشة الملوك وانفطر على الشعر. قام أبوه ردعه، قام هو ما ارتدع، قام أبوه بعدين قلعه. منو ها؟ امرؤ القيس. ليش شبه؟ أبوه ما هان عليه إنه ابنه يكتب شعر، لأنه مو من عادة أبناء الملوك يكتبوا شعر. قام هو ما رد على أبوه وضل عم يكتب شعر. قام أبوه بعدين قلعه. قام هو صاحب شلة عاطلين وصاروا يصيعوا ويضيعوا سوا. ومرة لما كان قاعد عم يلعب دق طاولة ويشرب كاس إجوا خبروه إنه أبوه انقتل. قام شو قالون؟ ضيعني أبي صغيرا وحملني دمه كبيرا، لا صحوة اليوم ولا سكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر. ورجع كمل دق الطاولة تبعه. ها قلتي لي كان عم يلعب دق طاولة. ايه كان عم يلعب طاولة، ليكو بالكتاب مكتوب النرد. شو يعني نرد؟ طاولة يعني. هلأ شو نطت امرؤ القيس لحتى تفتح سيرته هلأ؟ ماما عم تراجع معلوماتها بالعربي لأنه بكرة أنستا جاي تعمل لهم زيارة بيت جدي. أنستا؟ أنستا لأمك؟ ايه بابا، الأنسة كفاية معلمتي العربي. بالله هلا من كل عقلك قاعدة عم تدرسي وتحضري لأنه أنستك بدها تعملكن زيارة؟ لك شو هي بدها تعملكن زيارة ولا بدها تعملكن فحص؟ بالله يا حاجة مقلسة أنت ولادك، خلوني أعرف أدرس، قصدي أقرأ وأطلع. بس أنا اللي بدي أفهمه يا جماعة إنه أنت ليش نازلة رك على امرؤ القيس؟ طيب بلكي أنستك كفاية تخانه راحت نترتك سؤال عن جرير عن أو عن أبو تمام مثلا، شو رح تعملي؟ بابا الأنسة كفاية من أشد المعجبات بامرؤ القيس وحافظة شعره عن ظهر قلب كما يقال يا أبتاه.
بوركت يا بني وبوركت أمك وبوركت الأنسة كفاية كذلك. لك أنا اللي بعرفه إنه واحد كل ما بيكبر بيكبر عقله، مو مثل ما عم بيصير عنا هون بالبيت، عم بيصير شي بالعكس. كل ما عم نكبر عم نرجع لورا ونصير طلاب. والله الإنسان قد ما كبر بيضل طالب وبيضل تلميذ وبيضل عم يتعلم بمدرسة الحياة. لا بوركتي يا مجدة، بوركتم جميعا، عمتم مساء. ماني عرفانة من وين بدي ابدا. انت شو عم تساوي؟ من كل حالك يعني عم تفتحي الكتب بدك تراجعي معلوماتك؟ مو مراجعة مراجعة، بس هيك اخذ فكرة. اخذ فكرة؟ بدك تاخدي فكرة عن اللغة العربية؟ اللغة العربية اللي هي بحر؟ لا مو بحر، اللغة العربية محيط بحاله. بدك تاخدي فكرة من اليوم لبكرة مشان الآنسة كفاية. يعني مو أخذ فكرة أخذ فكرة، بس يعني هيك أحفظ لي شي قاعدة لحتى إذا صار ما صار ورجيها للآنسة كفاية أنه أنا لسه عالآن شي بذهني من أيام المدرسة. إذا الموضوع موضوع قاعدة هي مسألة بسيطة، استناولي هالقاعدة مني لك. أفيدك يا صاحبي فائدة ما بعد إذا زائدة. لك إن شاء الله بتقبر قلبي على هالقاعدة، لك بتسوى تقلى ذهب. حفظتيها؟ مو هون المشكلة، هات لحتى أقدر أحفظها بقى. يا ريتني لا رحت على المستشفى ولا باركت لبنت رفيقتي نهى ولا اشتريت سلة ورد ولا شفت الأنسة كفاية ولا قعدت هالقعدة وأنا أفور وهمت. لا تفوري ولا تهمدي بالأساس يا فاتن، الموضوع مجرد زيارة عادية، يعني جست لطيف من مدرسة سابقة مو أكتر ولا أقل. جست لطيف؟ ماما بصراحة أنا زعلان منك كتير. يعني معقولة؟ أمه لمازن بيك الجورابار يلي بتربطه بأنساته وأساتذته بالمدرسة علاقة تاريخية من المقالب والمشاغبات والمواقف التراجي كوميدية، بتقوم بتخاف من الزيارة رح تساوي لها إياها أنسة سابقة. وأنا كمان زعلانة منك كتير على فكرة، معقولة أنا مايا الجورابار صاحبة أكبر عدد من المشاهد الكوميدية مع أساتذتها ومعلماتها؟ بشوف ماما خايفة ومتوترة وآكلة هم زيارة معلمة من معلماتها؟ فعلاً فاتن، أنت خدي الموضوع يعني كتير إيزي واعتبري يعني أنه هالزيارة هاي فريندلي. إيزي وفريندلي ومع الآنسة كفاية؟ صحيح أنا خايفة بس بنفس الوقت مبسوطة كتير، لأنه لأول مرة رح شوف الآنسة كفاية بعد ما خلصت من مرحلة كوني طالبة، يعني رح شوفها كامرأة. امرأة؟ ليش يا رجال؟ لا عمتي شو رجال، ما هيك قصدي. أنا قصدي أنه أنا طول عمري كنت شوف أساتذتي ومعلماتي كأساتذة ومعلمات وبس، بمعنى أنه بكتير من الأحيان كنت أنسى أنه هالمعلمة اللي واقفة عم تشرح الدرس على اللوح هي إنسان عادي. يعني ممكن تكون أم، ممكن تكون مخطوبة، ممكن تكون عم تدور على بيت أو مشغول بالها مثلاً بالمونة، بالطبخة، بالغسيل المنشور تحت المطر مثلاً. أنا شخصياً ما كنت شوف بأساتذتي ومعلماتي غير الهالة تبعهم، يعني هالة الأستاذ وهالة المعلمة. اليوم رح شوف الأنسة كفاية بدون الهالة تبعها، يعني رح شوفها كامرأة عادية، امرأة تعمل في حقل التعليم، يعني إنسانة شغيلة تعيبة بشر مثلي مثلها. ومالها عينتين أفراسها؟ شو هدول بناتك كانوا مفكرين إنه الأنسة تبعهم إلى عينتين كمان أفراسها، بتشوف فيهم كل شيء عم يصير من أفا ظهرها بالصف. فظاعة شو كانت ضابعتهم؟ منيح اللي لك أما صرت أستاذ لحتى ما يطلع علي هيك صيت. ليش بابا أنت فكرت بحياتك شي مرة تصير أستاذ؟ أنا بقرارة نفسي كنت بتمنى أني أشتغل بالتدريس وصير أستاذ. ليش ما اشتغلت لك؟ لأني خفت. خفت؟ مشو؟ من التدريس. ايش التدريس بيخوف؟ طبعا بيخوف، لأنه التدريس مسؤولية، ومو مسؤولية آنية بس، مسؤولية بيتحملها الإنسان طول ما هو عايش حتى وبعد ما يموت. بأنه معنى بابا؟ بمعنى أنه المدرس هي مادة إن كانت، يعني إما بيحبب الطالب بهالمادة أو بيكرهه فيها طول العمر،
والمدرس إما بيكون مثال مشرف ونموذج يحتذى أو بيكون العكس، والمدرس يا أما بيزرع نبتة صالحة وبيترك ذكرى عطرة أو بخرب زرع بحاله وجيل بأكمله لأقل هفوة أو غفوة ضمير. يا لطيف شو بتبالغ أنت التاني؟ إلا كان مستقلي إن كل واحدة مدرسة ومربية أجيال. الجيل أمانة ومو حي الله حدا بإمكانه إنه يحمل الأمانة، مشان هيك خفت ما أطلع قد الحمل. بس إذا كل الناس فكرت مثلك ما كان حدا فات بمعمات التدريس. بس في كتيرين غير يطلعوا قد الحمل، مشان هيك لهلأ بتسمعي إنه فلان أستاذ فلان وفلان التلمز على يد فلان. الأستاذ مو بس بيدرس بالمدرسة، الأستاذ ممكن يكون هو مدرسة وقدوة وجامعة بحالها. بابا هلأ ممكن الواحد يكون عنده أربع عيون؟ إيه بابا طبعاً. كيف؟ يعني إذا كان مثل حكايتي بيحط نظارات بيكون عنده أربع عيون، العينتين اللي هنن عيونه والعدستين اللي بدونه ما بيشوف منيح. بابا أنا مو هذا قصدي، أنا قصدي إنه يكون عنده عيون هون أفراسة. لا بابا ما حدا عنده عيون أفراسة. بس خالاتي كلياتهم قالوا إنه عندهم معلمة عربي إلها عيون أفراسة كانت تقدر تشوف فيهم كل شيء عم يصير قفو ظهره بالصف. هدول خالاتك قالوا النفات ما بتصدق. بابا والله هن هيك قالوا. لك يا بابا بيكونوا عم يمزحوا. خالاتي ما كانوا عم يمزحوا، بالعكس خالاتي كانوا مرعوبين لأنه الآنسة نفسها اليوم رح تجي تعمل لهم زيارة ببيت جدة. وليش مرعوبين؟ لأنه هاي معلمتهم إلها عيون أفراسة. بابا نارا ما حدا عنده عيون أفراسة، وخالاتك ما لهم مرعوبين معلمتهم، لكن بجوز يكونوا حاسين بشيء من الرهبة لأنه مدرستهم بدها تعملهم الزيارة، وهذا إحساس طبيعي بابا، كل إنسان بحس فيه إذا عرف إنه مدرسته أو أستاذه رح يعملوا له زيارة. بس خالاتي هلأ ما عادوا طالبات. حتى لو بابا بتضل العلاقة بين الطالب والأستاذ إلى هيبتها ولا رهبتها. بصراحة بابا أنا ما كتير مقتنع بحكيك. ليش بقى؟ لأنه أنا يا أستاذ عادل إذا حدا من معلماتي إجا وعمل لي زيارة بالبيت ما رح أحس بنفس الرعبة تبع خالاتي. معناتها بهالحالة شو؟ شو؟ معناتها بهالحالة رعبتهم من زيارة اليوم مو لأنه معلمتهم إلى هالهيبة وهالرهبة اللي عم تحكي عنها. لك معناتها رعبتهم الحقيقية الحقيقية لأنه هالمعلمة إلى عيون أفراسة وهدول العيون لازم شوفهم المسا بعيوني. شو بوجل اليوم عايم؟ نكتوني. عمتي صباحا مجدة. عمتو صباحا بابا. ما بيقولوا عمتو بيقولوا عمتم. لك انا عمتم صباحا بابا. دقيقة لأتأكد بركي مو عمتم عمتو. دقيقة. اما شو طالبة نجيبة يا مجدة؟ الواحد بينسى، مو عيب اذا تأكد. الا هبي بصحنك فاصبحينا. نورينا الصحن عندك بابا. وينا ما لقيتها عمي عمتو. خلاص هلا تسألي انستك كفاية خانو ولا يهمك. نورينا بريق الشاي قبل ما يبرد. تفضل. مش لم لساتك مرعوبة؟ ما كنا نخلص مقلسة بقى. هلا ذكرتيني بواحد رفيقنا بالمدرسة كان اسمه مجيب، وهالمجيب كان قوي وحربوه ولسانه ما بيفوت لحله، بس لما يشوف استاذ قدامه كان ينقلب فوقاني تحتاني المسكين. كيف يعني بابا؟ يا سيدي بهديك الايام كان في عنا استاذ عربي موسوعة باللغة العربية كان اسمه استاذ عبد الجليل، وكنا نحن نلقبه بين بعضنا بخليل الفراهيدي لانه كان روح قلبه العروض والتقطيع العروضي والشعر والبحور، وكانت نونية عمرو بن كلثوم اخذ شقفة من عقله لهذا الاستاذ. نونية عمرو بن كلثوم؟ ايه بابا، لانه نونيته على البحر الوافر يعني معلقته مطلعها الا هبي بصحنك فاصبحينا مفاعله مفاعله فعول. المهم هالمجيب كان اول ما يشوف الاستاذ خليل الفراهيدي قصدي عبد الجليل كان ما بعرف شو يصر له. شو يصر له يعني؟ يكون هالمجيب عم بياخذ ويعطي ويتفصحن ويتبلضن وفجأة يصير يتأتئ قدام الأستاذ. يتأتئ؟ إيه بابا يصير يتأتئ، مو بس يتأتئ، يتأتئ ويفقفق كمان. شو يعني يفقفق؟ يعني يتأتئ. لا بابا في فرق بين التأتئة والفقفقة، لأنه اللي بيفقفق بيصير قبل أول كل جملة يحط حرف فاء. فعلا سمعة.
وهالمجيب المسكين يكون عرفان الجواب صح؟ ها؟ يعني عرفان تقطيع البيت والعروض والشعر تمام يعني، بس قد ما يفقفق ويتأتئ وعلى فعولن فاعلن يمل منه الأستاذ ويقعده. يا حرام. طيب انتو ما كنتوا تقدروا تساعدوا لرفيقكم مجيب؟ لك بابا كيف بدك تساعد واحد عم يتأتئ ويفقفق كل الوقت؟ التأتئة والفقفقة شغلة صعبة كتير. على فكرة هالمجيب كان ياخد بالكتابة علامات ممتازة، بس بالشفهي عبس كان ياكلها يا حرام، قد ما يرتعب قدام الأستاذ ويتأتئ ويفقفق. مسكين هالمجيب، فعلا مسكين. ماما هلا انت كنتي بتأتئي او تفقفي قدام الآنسة كفاية؟ لا حبيبتي، انا لا كنت تأتئ ولا كنت فقفق. اساسا هي التأتئة او الفقفقة بحياتي ما سمعت عنها الا من ابوكم هلا. لا تعوموا الجلي بالمجلى، هلكت لاني. هذا المجيب مسكين. تعرفي فاتن، رعبتك هي بيمي ذكرتني. بيمي؟ واحد رفينا ايام المدرسة كان اسمه كامل. هذا كامل كان يخاف من الاساتذة كتير، بصورة خاصة من أستاذ العربي، أستاذ محترم كتير كتير اسمه عبد الجليل. هذا كان لما يشوفه الأستاذ تصيبه حالة عجيبة غريبة. شو هي الحالة بابا؟ يا ستي يهمت فرد همدة وراسه هيك يجي على كتفه هيك وتتبسمر عيونه بالأرض ويصير يفرك بإيده هيك هيك. وليش كل هالشي بقى؟ لأنه الأستاذ عبد الجليل كان له هيبة كبيرة، يعني أستاذ أستاذ بكل معنى الكلمة. مع أنه كامل هذا اللي عم يحكي لكم عنه رفيقنا يعني مو كان قليل، كان له شخصية قوية وفارضة على كل المدرسة، بس سبحان الله بس نشوف الأستاذ عبد الجليل مدري شو صار له، تطير شخصيته وتتبخر ويصير ولا شيء أبدا. ويوقف لك الأستاذ عبد الجليل وهو عم يقطع مثلا نونية عمرو بن كلثوم على البحر الوافر، وكامل لابد لك فرد لبده. يا بابا ايه، هذا الاستاذ عبد الجليل كان يحبه لعمرو بن كلثوم كثير، وعلى قولة نونيه عمرو بن كلثوم ونونيه عمرو بن كلثوم، لذلك بقيت النونيه محفوره بذهني لهلا، مفعله فعول حافظه. طيب وكامل رفيقكم كيف كان يشارك لكان؟ كيف كان يجاوب يسال يستفسر؟ كيف كان ياخذ ويعطي يعني؟ لا ما كان يعمل شيء ابدا بحصه الاستاذ عبد الجليل. شوفي مع انه هو كان كثير من الاحيان يعرف الاجوبه بس ما كان يحكي. طيب بابا انت شو كان موقفك؟ يعني ليش ما ساعدته رفيقك كامل حتى يخلص من هي عقده الخوف من استاذكم الفظيع عبد الجليل؟ بابا انا ما كنت اقدر اساعده ولا حدا بيقدر يساعده ابدا، لانه الصف كله كان يكن نفس الكنه بحصه الاستاذ عبد الجليل. بابا بعدين انت كيف بدك تساعد واحد عيونه على طول مبسمره بالارض وعم بيفرك هيك بايديه وخايف وراسه نازل هيك على كتفه؟ منظر بضحك كثير. ايه معناتها كل جيلكم كان مبلوع دم اساتذته، يعني اذا ماما هلا عامله تنشن مشان مجرد زياره صغيره رح تسوي لها معلمه قديمه ايامات المدرسه، واذا كنتوا كلياتكم بتموتوا رعبه من اساتذتكم معناتها هي المشكله، هي مشكله جيل كامل. افيدك يا صاحبي فائده، اذا بعد ما زائدة. إذا بعد ما بعد إذا. يعني أنا لهلأ ما عم بفهم كيف بتكون إذا بعد ما مدري ما بعد إذا زائدة؟ عطيني عليها مثال الله يوفقك. لعيونك إليك هذا المثال، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. أي شو يعني؟ هون الشاعر ويلي هو عمرو بن كلثوم بمعلقته الشهيرة تبع ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، كان عم يفتخر بقومه وعشيرته قدام عمرو بن هند لما راح عمل له زيارة. مين عمل زيارة لمين؟ عمرو بن كلثوم لعمرو بن هند، وعمرو بن كلثوم مثل ما بتعرفي كان أبداً أنا ما بعرف شيء. عمرو بن كلثوم مثل ما بتعرفي كان من قبيلة تغلب يلي كانت عم تتقاتل مع قبيلة بكر، قاموا احتكموا القبيلتين لعمرو بن هند ملك الحيرة، بقى هذا بن هند صف مع قبيلة بكر ضد تغلب، قام عمرو بن كلثوم حرد وزعل، وعمرو بن هند كان شايف حاله كتير كتير، قام بيوم من ذات الأيام
قال لرفقاته وخلانه لما كانوا قاعدين قعدة صفا، قال لهم يا هل ترى بهالعربان كلياتها في حدا أمه بترفض تخدم أمي؟ قاموا قالوا له إيه. قام قال لهم مين؟ قاموا قالوا له أمه لعمرو بن كلثوم. قام قال لهم ليش بقى؟ قالوا له لأنه أمه لعمرو بن كلثوم هي ليلى بنت المهلهل وعمة كليب وائل وجوزة كلثوم بن مالك. قام قال لهم عمرو بن هند أوكي لنشوف، وراح عزم عمرو بن كلثوم هو وأمه لعندهم على البيت، قصدي على القصر يعني، ونبه على أمه قال لها أوعك تخلي حدا من الخدم يجي يوقف ويخدم على الطاولة، وإذا احتاج الأمر وأشرت لك شي إشارة بتطلبي من أمه لعمرو بن كلثوم إنه تناولك اللي بدك إياه. إيه وشو صار؟ والله هن وقاعدين على هالطاولة قام ابن هند بعت إشارة لأمه، قامت أمه قالت لها لأمه لعمرو بن كلثوم ناوليني يا ليلى هالصحن من عندك. إيه؟ قامت التفتت ليلى يلي هي أمه لعمرو بن كلثوم وقالت لها يلي بده شي هو بيقوم بيستناوله لحاله. قامت هديك ردت رجعت وطلبت الصحن مرة تانية. قامت ليلى صارت تصرخ بالولي وتقول ولي يا لا تغلب واذلّه واذلّه. قام سمعها ابنه قامت فارت مراجله وفار دمه كمان، التفت هيك صار يدور ما لقى قدامه غير سيف عمرو بن هند معلق، استل هالسيف وقطع راس عمرو بن هند وحمل حاله وبشعي. فعلا قصة فظيعة. شو قصة فظيعة؟ فظيعة كتير. هاي القصة كان يحكي لنا إياها الأستاذ تبعنا تبع اللغة العربية، كان اسمه عبد الجليل، كان هيك أستاذ إله وهرة ومخضرم بتدريس اللغة العربية. إيه؟ وكان الأستاذ عبد الجليل كان مو أي أستاذ يعني، كان أستاذ أستاذ كل الطلاب يعملوا له ألف حساب لما يفوت، حتى كان في طالب عنا بالصف اسمه برهان كان لما يشوف الأستاذ عبد الجليل يتلخبط فوقاني تحتاني. كيف يعني فوقاني تحتاني؟ يعني شلون بدي أشرح لك؟ شادو طلعي بوشي انت. هاي طلعت بوشك. يا ستي يكون هالبرهان منيح وماشي حاله ويشوفونه عم ترفرف مثل العادة يعني عادية، بس لما يفوت الأستاذ عبد الجليل يصير هالبرهان يبربش بعيونه بربشة هيك ويشأول بأنفه كمان، يصير هيك يبربش بعيونه ويشأول وطول الحصة يتم هالبرهان يبربش بعيونه ويشأول بأنفه مع بعضهم البعض. قام مرة الأستاذ عبد الجليل فكروا إنه عم يعمل هاي الحركات مشان يضحك رفقاته، قام قلعوا من الدرس وضل يا حرام هالبرهان ثلاث حصص وهو يترجى الأستاذ ويحلف له إنه هاي الحركات لا إرادية، وطبعا هو عم يحلف له ويترجاه وهو لساته عم يبربش بعيونه ويشأول بأنفه. قام الأستاذ عبد الجليل مل منه وعفى عنه. طيب أنت ما كنت بتقدر تساعده لرفيقك هذا برهان لحتى يتجاوز عقدة الأستاذ عبد الجليل؟ كان صعب حدا يقدر يساعده. يا حرام. أنا كنت أتعاطف معه بس هو يعني كان ضعيف الشخصية قدام الأستاذ عبد الجليل، يعني ضعيف الشخصية تماما يعني مسكين. كان الأستاذ عبد الجليل يا بابا أستاذ قدير جدا، له باع طويل بتدريس اللغة العربية بعدد كبير من المدارس ومع عدد كبير من الأجيال. بعدين يا بابا كان فارض احترامه على قد ما كان أستاذ قدير وموسوعي وبيدرس من قلبه بكل ضمير. تصوري أنا لهلأ بابا حافظ قصائد شعر بفضله، على قد ما كانت طريقة عطائه للدرس ممتعة تحبب الطلاب بالشعر وباللغة وبالعروض وبالإعراب باللغة العربية كلها. معناته أنت كمان كنت شاطر مو بس الأستاذ مني. طبعاً بابا كنت شاطر بس كل طلاب الصف بدون استثناء كانوا يرددوا هالمعلقات وقصائد الشعر اللي يعطينا إياها، وكنا نرددها بابا من جوات قلبنا مو بصم. ألا هبي بصحنك فاصبحينا نونية عمرو بن كلثوم على البحر الوافر، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة. قيصرة بابا مو بقيصري لأنه هي ممنوعة من الصرف، هي على البحر الطويل. فعول مفاعيل فعول مفاعيل، أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر، وألام في كمد عليك وأعذر، هي على البحر الكامل. المهم يا ستي أنه الأستاذ عبد الجليل فعلا كان قدوة وكله هيبة مو معقولة، لدرجة أنه كان في عنا طالب بالصف شو كان اسمه؟ هلأ بابا بتذكر لك اسمه. المهم
كان هذا الطالب مثل باقي الطلاب، لما يفوت الاستاذ عبد الجليل على الصف يستهاب منه ويخاف ويطلب اذن بالدخول على الحمام، وتسيبه حاله محرجه فعلا يفوت على الحمام ويسكن فيه. يا الله على هذيك الايامات. فعلا الاستاذ عبد الجليل كان له هيبه، بابا كان له حضوره حضور. وانت شو بني انا بابا؟ ما كنت تتلبك وتنحرج بحصص الاستاذ عبد الجليل؟ ايه طبعا بابا كنت اتلبك، بالتاكيد كنت اتلبك، استاذ قدير مثل هذا طبعا بدي اتلبك، بس مو لدرجه اني فوت على الحمام واقصى فيه. يلا انزلي بابا المسا وجيبها. يلا بابا. باي. كيفك مرهوم؟ سلامات عديد. يا ابو رامي كيف الصحة؟ الحمد لله حمدا كثيرا. شو قال في استنفار فوق؟ وكأنما على رؤوسهن الطير مرعوبين. اوف لهالدرجة؟ لعجب عجاب ما بعده عجاب. إلى أين طريقك يا عديل؟ إلى المكتب أم إلى الملعب؟ يوم الخميس أنا ما بفتح المكتب بعد الظهر، لكن متفق أنا وعديلي أبو مازن إنه نجتمع سوا. فلنجتمع سوية إذا. ألا حبذا صحبة العدايل على كباب مشوي ولحم الفتايل مع رشفة من الشاي تحت الخمايل. إذا بيرضى علينا أبو رامي. شرف. ها؟ شرف وتفضل. تفضل يلا. شرف شرف أبو رامي. يعني أنا شخصياً كل ما بتذكر أستاذ بتذكر المسكة الملزوقة بقفا جاكيته. بتحطوا له مسكة على الكرسي؟ بس مسكة على الكرسي؟ كنا نحط له الفتيش جوات الشندة تبعه. إيه لا بس أنتوا مقالبكم كتير تقيل الدم. نحن مقالبنا كتير أنس. رامي رامي هلا أنتوا بالمدرسة ما كنتوا تساووا مقالب الأستاذ؟ يعني هيك مو مقالب مقالب، يعني فيك تقول مواقف بتضحك. لكن هاد على السريع شي موقف بضحك، حاكم رعبة أمك وخالاتك نزلت لي أخلاقي، لأنه مازن بيك الجوربار ما بصير أبداً يرتعب من أساتذته. يا سيدي كان في عندنا أستاذ فيزياء وكان عم يشرح لنا السقوط الحر، وهذا الأستاذ فيه هيك بصوته خني، يعني بيحكي هيك، يقوم هالأستاذ يوقف ويرفع إيده هيك، وعلى أساس إنه في بإيده كرة ويقول ندينا كرة. يقوم الصف كلياته يبحلق بالكرة الوهمية على أساس إنه هي كرة حقيقية، وبعدين يقول الأستاذ تسقط طبعاً الكرة. يقوم الصف كلياته يوقف على حيله لحتى يتناوع على الكرة اللي سقطت جنب الأستاذ، وكأنه شو قال يعني عم يدوروا على الكرة ويبحلقوا بحلقة وعم يدوروا على الكرة، فيقول الأستاذ فسقوطها سقوط حر. والأستاذ كل ما يشرح لنا السقوط الحر يعمل الصف نفس الشيء. لدينا كرة تسقط فسقوطها سقوط حر. يعني كثير حابين حالكم؟ بزمتك مو استاذ ظريف، يا ريته كان استاذي. والله انتم اللي زرافة. طبعا نحن زراف، هذا امر مفروغ منه. لكان معقول يعني رعبتكم انتم كلياتكم من قاسة مدرسة؟ مرعوبين وكأنكم طالبات بالمدرسة. طبعا، لأنه نحن قدام أساتذتنا ومعلماتنا لازم نضل طلاب، مهما كبرنا وشو ما صرنا. بلشنا. وهذا الشيء بالنسبة لإلي مدعاة فخر، لأني بعترف بفضل كثير من الأساتذة علموني ودرسوني. ورعبوكي كمان لا تنسي. مو رعب بمعنى الرعب، لا هو نوع من الاحترام والهيبة اللي المفروض نحس فيه تجاه الأستاذ. يعني انت هلأ مالك مرعوبة من عيون الأنسة كفاية اللي قفى راسها؟ هلأ انت من كل هالقصة ما مسكتي عليه غير هالشغلة؟ وما رح ارتاح للاقي للتفسير، لأنه بابا عم يقول لي انه مستحيل يكون الواحد له عيون قفى راسه، بقى كيف كان تشوفكم من قفى ظهره؟ وبتقولوا لي مرعب هيتشكوك رسمي. شبكن بعدين؟ يلا هونا بقى. يلا روحوا لقوا شي مشوار قبل ما تجي الضيفة. يعني ما فيني ضل هون؟ وليش لحتى تضل هون؟ حابب كحل عيني برؤياها، حابب أعرف ماهيتها، كونوا هاي المعلمة. ايه روحوا بلا سآلة وغلاظة. يلا يا أولاد إذا بدكم تعالوا معي حاكم، أنا كمان لازم أطلع قبل ما تجي الضيفة. يلا سلام. أوكي جدو good idea. يا جماعة سلموا لي كفاية على الأنسة كفاية. Have a good time.
دخيلك. وهي فكر هاي ليش دورت نفسك؟ لعب لي هاي لشوف. والله اكلتها يا نجيب. هلا خلصنا اسكت انت، لا تشوشتي خليني اعرف العب. هاي بابا. هاي بابا كمان. اهلين عمي اهلين. شو؟ اهلين وسهلا عمي. شايف الكل هون؟ عدوا عدوا عدوا. شرف تفضل عمي. هات كراسي. جيب شاي. شرف عمي شرف. هاي شرف. طمنونا. مين غلب مين؟ مبينة نجيب بالحضيض تحت منه. لسه عمي لسه الرؤية ضبابية بعض الشيء. العابوا فرام العاب. اهلا وسهلا فيك ست كفاية. احنا كتير سعيدين بوجودك معنا. مرعوبين عن جد؟ معقول؟ شايفتين كيف قاعدين؟ كأنهم بالصوت. أنا فعلا مستغربة. يا ويلي يا ويلي. مايا هلأ إذا بتجي شي معلمة من معلماتك لعندك على البيت بتعملي هيك؟ لا أنا كل اللي درسوني كانوا زراف معي. وانتي؟ وأنا كمان ما بعتقد، مع أنه مو كل اللي درسوني كانوا زراف. وانتي نارا؟ أنا قبل ما أجاوبكم لازم أعرف شو بتقصدوا بكلمة زراف. زراف؟ يعني ما عندهم عيون أفراسهم؟ المشكلة مشكلة جيل بكامله. الجيل تغير وكثير من القيم والمبادئ والمفاهيم تبدلت، وهذا غير مستغرب لأنه هذا الجيل بيقعد قدام التلفاز أكثر مما يقعد قدام كتابه، وهذا الجيل بيعتبر أنه التلفاز هو مرجعيته الثقافية والعلمية والمعرفية، هذا إلى جانب الكمبيوترات والستلايتات والفضائيات إلى آخر هذه القائمة. عم تحكي درر والله يا ست كفاية، وأنا بوافقك الرأي عن كل شيء قلتي عن التلفزيون التلفاز. يعني بنفس الوقت قديش ضروري بالنسبة لإلنا ونحن هلأ بالقرن 21 أنه نكون على مستوى العصر، عصر الكمبيوتر والأنترنت. يعني مثل ما بيقولوا هلأ يلي ما بيعرف يشتغل على الكمبيوتر هو أمي. صحيح. يعني عفوا أنسة، أنا حابة أقول شغلي. يعني عصرنا في له لغته، واللي ما بيعرف بلغة العصر فهو خارج الزمن تماما. مساكين مرعوبين كثير. بس رعب غير مبرر اطلاقا. شو هالحكي؟ وشو فيها اذا شافوا معلمتهم يعني؟ او شو فيها اذا اجت معلمتهم وزارتهم؟ عادي اخي شبنا بهالحكي. والله الاستاذ بضل له وهره. شو استاذ زار كنت الوهر كثير من اساتذتك. بالحدود الطبيعيه ايه طبعا، بس مو اكثر. بالحقيقه وانا كل عمري كانت تربطني باساتذتي علاقه خاصه جدا مبنيه على الحوار والنقاش والبحث والمعرفة والتكافؤ الإنساني طبعا. وكنت دائما دائما ها كانت تدور بيناتنا أحاديث مطولة بناءة ومهمة جدا وتكاد لا تنتهي لأهميتها ومتعتها وجمالها في آن. شوف أبو رامي، لما بتكون العلاقة مع الأستاذ فريندلي بيكون أفضل للطرفين سوا. فعلا العلاقة الفريندلي بتجي أظرف، مو بس أظرف وأطرف كمان، أطرف لدرجة لا أكاد أصدق معها عيني. معقول؟ الأستاذ عبد الجليل؟ شو الصدفة هي؟ اليوم كنت بذكره. مين هذا؟ هذا أستاذ العربي اللي كان يدرسنا. كمان كان يدرسكم؟ هيك شيء. استاذ عبد الجليل انا كنت واحد من طلابك يا سيدي. شرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سيدي. انا ماني ضد لغه العصر بالعكس، بس لغه العصر تتطلب جهود مضاعفه من المدرسه والاسره لضبط العمليه التربويه. في عصر الفضاء المفتوح هالجيل معرض لأنه يشب عن الطوق، وهو متشبع بمبادئ وأخلاقيات ومفاهيم وأساسيات لا تنسجم إطلاقاً بل تتناقض مع خصوصية مجتمعاتنا. بصراحة أنا قلبي على هذا الجيل، قلبي على جيل ما بيعرف يمسك بإيده كتاب ويقرأ. آنسة أنا ابني بيقرأ كتب كاملة من الكمبيوتر، وابني كمان أنسة. بس بالغرب اللي هو عقدة شبابنا وفتياتنا
هلأ بتلاقيهم ما زالوا إلى حد ما مخلصين للكتاب، مع أنه هذا الغرب هو أبو الكمبيوتر والتكنولوجيا والاتصالات وثورة المعلومات. يا ريت شبابنا ما يكتفوا بالقشور ويخلوا الكتاب رفيقهم مثل ما بيعملوا هنيك بالقطارات والمترويات والحافلات والمحطات. للأسف أنه بالغرب متمثلين أكثر منا بقول الشاعر: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير صديق في الأنام كتابه. أصبح من الضروري إعادة النظر بكل المناهج المدرسية والتدريسية على حد سواء، لأنه شو فائدة أنه نحشي رأس الطالب بالمعلومات بيحفظها وبيرددها ببغائيا ثم ينساها؟ أنا بدي روح الحمام. شايفك راح تسكن بالحمام. خلاص أستاذ أنا تفضل. معكم حق أستاذ عبد الجليل، وكأنما هالطلاب عم يدرسوا ويحفظوا حتى بالأخير ينسوا كل شيء تعلموه. إذن شو قيمة مثلاً إنه يجي الطالب وينقش على ورقة الامتحان قصيدة لعمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فأصبحينا؟ بيعرب مفرداتها وجملها وبيقطعها عروضياً، ومجرد ما يطلع من الفحص اسألوا عن الشطرة الثانية من البيت الأول أو من أي البحور هذه القصيدة، بيعجز عن الإجابة. أنا ماني نسيان، أنا بعرف الشطر الثاني: ولا تبقي خمور الأندرينة. هي نونية عمرو بن كلثوم أستاذ. نعم، البحر الوافر مفاعلة مفاعلة فعول. نعم تماما أستاذ، بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول أستاذ. المهم، لقد آن الأوان لهذه المناهج التدريسية والمدرسية أن تواكب روح العصر، وروح العصر يتطلب منا أن نخلق عند الطالب القدرة على اتباع منهج البحث العلمي مشان ننمي. شو حكى الأستاذ؟ ملكة النبي. عم نحكي عن نونية عمرو بن كلثوم. هي البحر الوافر ما هيك؟ تتآلف مع معطيات العلمية والمعرفية الحديثة، أما حفظ البصم والترديد الببغائي هي شغلة أكل الدهر عليها وشرب. الشيء بالشيء يذكر يا أستاذ، يعني تفضلوا اشربوا شاي. اشربوا بس يمكن برد ما هيك؟ لا لا، إذا برد نطلب طقم تاني. إيه نجيب؟ أيها النادل. إذا الواحد ما عم يحمل الكتاب بإيده فهذا لأنه عم يحمل اللابتوب تبعه وهي رفي كل شيء. وهي كيف بترجميها بالعربي؟ اللابتوب الكمبيوتر المحمول. برافو. لك أنتو مو شاطرين غير تتفتقوا وتتمنطقوا. نارا بين معك شيء؟ عم استناها لتدير راسها لحتى أشوف عيونها منيح. شو عديل سكننا بالحمام؟ الفبر هو. على كل حال، أكثر ما بيسعدني هي اللحظات يلي بلتقي فيها بطلابي القدامى. إلكن على سر، لا تفكروا إنه الأستاذ بس بيعلم طلابه، وإنما هو كمان بيتعلم منهم، بيستنير بأفكاره. الله يحفظكن أستاذ. يلا سيدي انا بستأذن. استاذ وين طريقكم استاذ؟ نحن بنوصلكم استاذ. الحقيقه انا طريقي مو على البيت. بالاول لازم مر على زوجتي لانه هي كمان عم تقوم بزياره لطالباتها القدامى. التقيت بوحده منهم امبارح، بعتقد انه هلا انتهت وقت زيارتها. يعني حرمكم الانسه كفايه خانم بعينها؟ يا محاسن الصدف. إذن طريقكم على طريقنا. أحياناً بتصير صدف بالحياة لا يمكن تتصدق. يعني لو صارت فيلم عربي مو هيك؟ رب صدفة خيراً من ألف ميعاد. يعني لولا صدفة مبارحة مع فاتن ما كنا اجتمعنا اليوم.
حصلنا الشرف يا ست كفاية. فعلا، خاصة وأنه على الرغم من اللقاء القصير اللي تم بيناتنا، إلا أني بأكد لك يا أستاذ عبد الجليل أني اقتنيت وصرت أحصد طلابك عليك، وصرت أتمنى لو كنت طالب عندك، مع أني ما بدي كبرك. يا سيدي خذ راحتك. بصراحة أستاذ، يعني أنا نسيت كل شيء تعلمته يعني تقريبا، إلا الشغلات اللي تعلمتها بحصصك. الحمد لله. طريقتكم بإلقاء الدروس فريدة جدا أستاذ، يعني فذة، فيك تقول إنه بتحفر بالذاكرة حفر أستاذ. نعم نعم، وما بتنتسى أبدا أبدا أبدا. بارك الله فيكم جميعا. يلا بالإذن. بالإذن، مع السلامة. مع السلامة. شفتكن شفتكن انتو الأربعة لما تنهدتوا فرد تنهيد. يلا خاطركن. مع السلامة. مع السلامة. شرفنا. مع السلامة استاذ عبد الجليل. شكرا. الله الله الله. ولي شفتيها شلون شافتنا؟ يا خزوتنا عناها مزبوط إلى عيون أفراسة. لك شو عيون أفراسة انت التانية؟ لكن كيف شافتنا لما تنهدنا على السكيتي؟ بسيطة. كيف؟ ولو يا مايا حتى انت ما عرفتي ولا أنا كمان. كيف؟ بابا قال لي إنه ممكن الواحد يكون له أربع عيون بحالة واحدة بس، إنه يكون بحد كزلك. والآنسة كفاية شافتكم بالكزلك تبعا لما شلحته ووجهته بطريقة تعكس الصورة تماما على بلور النظارات تبعا. يا ملعونة شو قولي؟ ما شفتوا نظاراتها شو كبار؟ طالعة فهيمة لأبوكي بس بالمواضيع الجنائية. وهالحيلة ما عاد تمرق على طلاب هالأيام. جيل بده حلم الله. اي والله. الستي فاتن دي في عيني، روح مشوارك انت بالسلامة وما لكش دعوة. بابا نرى اتركي لي هالتلفزيون وتعالي عندي شوي. بابا شو هذا الكتاب؟ بهذا الكتاب بابا في رسالة كتبها الأديب الفرنسي العظيم ألبير كامو لأستاذه الميسيو جيرمان. بس مو هون النقطة. لكن وين؟ النقطة بابا مناسبة الرسالة. وشو كانت مناسبتها بقى؟ ها سألتيني شو المناسبة؟ مناسبة الرسالة يا بابا إنه عام 1957 الأديب العظيم ألبير كامو حصل على جائزة نوبل للأدب، وقام كتب هالرسالة الحلوة هي بهالمناسبة لأستاذه الميسيو جيرمان، بيقول له فيها إنه لما إجاي نبأ الجائزة أول شخص خطر لي بعد أمي هو أنت، لأنه بدونك أنت وبدون تأثيرك علي لما كنت طفل صغير وبدون تعليمك إلي وبدون وجودك بحياتي كمثل أعلى ما كان ممكن أحصل على هالجائزة أبدا. وبيقول له كمان أنا مالي حاسس حالي عملت شيء عظيم، بس يمكن هالجائزة هي اللي حصلت عليها مجرد مناسبة لحتى قلك شو كنت انت بالنسبة إلي وشو انت هلأ بالنسبة إلي، ومشان أكد لك كمان انه الجهد والعلم اللي عطيتني إياهن لساتن عايشين بداخلي جواتي، وأنا لهلأ مع إني كبرت بس بضل تلميذك وبضل ممنون إلك بالنجاح مدى حياتي. وبواقع الرسالة هون بابا شو فيها؟ ألبير كم؟ بقى شو رأيك؟ Bye.
Thank you.